شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، مرحبا بكم في هذا اللقاء. نسأل الله العلي القدير أن يجعله لقاء خير وبركة، وأن يعم النفع برنامجنا إن شاء الله اسمه نظرة أنا. أحبابي في الله، إن شاء الله يسرنا أن نتلقى اتصالاتكم وتعليقاتكم على الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة، من أي محمول 1764 ومن أي تليفون أرضي 09335. أحبابنا أهل الإرادة، إحنا طبعا عايزين نفهم إن الإنسان مهما كان عايش في هذه الحياة بدون هدف فاعتبره أعمى، أما إذا كان عايش بهدف حتى وإن كان ما بيشوفش فبرضه هو مبصر. طبعا دلوقتي في ناس بتنظر للكفيف نظرة إن هو إنسان عاجز، إنسان ما يعرفش يعمل أي حاجة. لو قلت له إن أنا بعرف ألبس لوحدي يقول ياه كمان. فدلوقتي الناس عندها نظرة خاطئة في المكفوفين. بس ربنا يا أحبابي، زي ما قلت لكم قبل كده من زمان لو تفتكروا في برنامج اهل الاراده، قلت لكم ان ربنا خلق اجمل ورده في الدنيا حواليها شوك. عمر الانسان ما يقدر يوصل لها الا لما ايده تنجرح من شوكها. فالانسان اذا كان عنده عزيمه واراده هيقدر يكون انسان ناجح. حلقتنا النهارده مكونه من فقرتين. الفقره الاولى هعرفكم بنفسي انا اخوكم احمد عاطف، والفقره الثانيه ان شاء الله هتظهر معانا ضيفتنا باذن الله تعالى. احبابنا الكفيف ممكن يعمل اي حاجه. انا الحمد لله بفضل الله عز وجل، ربنا هو الذي من عليا، والله وليس كرم ولا فضل مني، فبفضل الله عز وجل مع ظروف الخاصه استطيع صيانه الموبايل، وكمان استطيع استخدام الهاتف المحمول التاتش. انا حاصل على جامعه الازهر بفضل الله عز وجل، حاصل ايضا على لغات دورات عالية في لغة ملايو، وهي لغة ماليزيا واندونيسيا والفلبين وغيرها. وممكن حتى ان شاء الله على سبيل المثال نلقي عليكم السلام ونقول لكم احنا نحبكم في الله، فنقول لكم السلام في تحت راس موجة الله من رحمة مو سيراتين تكامو كرناء الله، يعني السلام عليكم نحن نحبكم في الله. نبدأ نشوف ازاي على الهواء دلوقتي نستخدم تليفون تاتش. بس الغريب ان في كتير من المكفوفين احبابي يقدر يستخدم التليفون التاتش، ولكن هو اي تليفونات ممكن الواحد يستخدمها؟ لا، في انواع من التليفونات صعبه للغايه. زي ايه مثلا؟ زي السوني، السوني اكسبيريا مثلا. انا دلوقتي هستخدم تليفون سوني اكسبيريا تاتش وهوريكم ازاي اقدر استخدم التليفون ده. مع العلم ان مثلا في التليفون السامسونج لما احب اثبت اي ملف بثبته عن طريق التطبيقات وبعدين ملفاتي وبعدين كل الملفات، لا هنا النظام مختلف، بدخل على حاجه اسمها في التطبيقات استرو وبعدين اكسبت وبعدين فايل مانجر وبعدين ابدا اختار اسم البرنامج اللي ناوي اثبته. طبعا الغريبه ان انا هالعب الالعاب اللي بيلعبها المبصرين دلوقتي على التليفون. التليفون معايا، هبدا اتحرك على التليفون بشكل طبيعي جدا اهون. ابدا اشغل التليفون. تمام انا كده شغلت التليفون اهون، كده التليفون ظاهر قدام الكاميرا. طبعا انا بختار برنامج اسمه سمارت ويز اهو. ده طبعا البرنامج بيبدا ينطق معايا يقول لي اي امر انا ببدا اعمله من خلال الجهاز. طبعا عشان بس بحب اوريكم، هدخل دلوقتي مثلا المراسله عشان ادخل على الرسائل، بروح اعمل كده وابدا طبعا اقرا اهو. طبعا ايه، بدخل على رسائل واقراها. كمان حتى لو حبيت بص ادخل على مثلا اكتب رقم عادي خالص ككفيف. انا طبعا ملاحظين ان انا مش بركز في الناطق، يعني انا بكلمكم شغال. يعني بص حضرتك ادي رقم اهو، بص كده كتب لي صفر مثلا واحد مثلا صفر، وبكتب الرقم بعد لمستين. طبعا بكتب الرقم بشكل طبيعي وبعد كده بروح داخل على كده وراح اعمل
اتصال، وراح عامل لمستين يتصل. تمام. الغريب ان انا هلعب دلوقتي قدامكم بسرعه لعبه اهي، دي لعبه دايما المبصرين هم اللي بيلعبوها، وهي لعبه القطه اهي، يعني اللي هي القطه اللي بتتكلم دي مثلا. تمام. اللعبه اشتغلت كده اهي. طبعا البرنامج هيبدا يتكلم ويقول اي حاجه انا اقولها، او اللعبه هتقول اي حاجه. يعني مثلا اقول قناه الصحه والجمال، ثواني هبدا اقول مثلا قناه الصحه والجمال، هيبدا يعيد ورايا اي حاجه انا قلتها. قناه الصحه والجمال، قناه الصحه والجمال. طبعا في مشكله البرنامج، ثواني اعدلها اهي اهي، مش مشكله عندي. تمام. بس طبعا اللعبه شغاله، هبدا العب عادي خالص اهو. قناه الصحه والجمال، هو طبعا يبدا يعيد اي امر انا بقوله او انا بقوله يكرره مره ثانيه. يعني مثلا قناه الصحه والجمال، عادي شوف عادي الكلام اللي انا قلته اهو، اللعبه هي شغاله. تمام. بالظبط. طيب مثلا انا خرجت من اللعبه دي، طب انا كسفيف، بصوا ماسنجر، يعني ممكن ادخل دلوقتي حالا على النت، بس طبعا عشان انا شايل الخط من الجهاز علشان ابدا استخدم التليفون اثناء الهواء. تمام. الفيسبوك اهو كمان، وراديو الاسماء ووكمان، اللي هو ووكمان اللي هو ايه، مشغل الموسيقى. شوف الغريب يا احبابي، طبعا الجهاز ده صعب جدا الاستخدام. بص مثلا، بص انا هشغل مقطع تشغيل مقطع موسيقى اهو. تمام. وابدا اوقف المقطع، وبشتغل على طبعا اعمل اي حاجه على الاعدادات، لدرجه ان ممكن اختار خلفيات الشاشه. بص اهي، احب اختار الخلفيه المتحركه مثلا، وليكن خلفيات متحركه اهي، خلفيات اهي. مجرد ما اضغط على الخلفيه واعمل لها ضبط، يبدا يختار الخلفيه اللي انا عايزها. كمان اقدر ادخل على الضبط، اقدر اعمل مسجل الصوت، اقدر ادخل على الفيسبوك، اقدر اعمل اي حاجه في الاعدادات، اقدر ادخل واعمل رقم سري، اقدر اعمل اي حاجه على الجهاز. احبابي في الله، الحمد لله بفضل الله ربنا مسكني، وبفضل الله عز وجل ان انا ككفيف ربنا سبحانه وتعالى. انا دلوقتي مثلا ككفيف مش شايف التلفزيون، ممكن بدل ما ان انا مثلا مش شايف التلفزيون واستهلك التلفزيون، لا قدرت ابتكر ان انا ادخل بورده الريسيفر في التلفزيون واشغل، اشغل الريسيفر خالص عادي على الكاسيت، يعني اشغل ادخل بورده الريسيفر في كاسيت واشغله على الكاسيت، وبالشكل ده اقدر اسمع كل قنوات التلفزيون على جهاز الكاسيت. معانا اول اتصال من الاستاذ عثمان. استاذ عثمان السلام عليكم. استاذ عثمان السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ريت بس حضرتك توطي صوت التلفزيون شويه. منورنا يا عم الشيخ احمد، والله ده احنا مفتقدين وجود حضرتك على الشاشه، يعني من ايام البرنامج اللي كان بتاع الجن والحاجات ديت. تمام. اهلا وسهلا. يا ريت اعرف انت ايه الغياب الطويل ده كله، وطمنا على حضرتك. طبعا ما شاء الله ان حضرتك يبدو ان انت مبدع، يعني لغات وموبايل وجامعه ازهر ما شاء الله عليك يعني، لكن احنا عايزين نناشد ان نشوفك على الهواء على طول يعني. ان شاء الله يعني انا اتشرف بيكم وبكل الساده المشاهدين، ونورتنا بجد وشرفتنا يا استاذ عثمان. طب انت يعني ايه رايك يعني مثلا استاذ عثمان، حضرتك معايا؟ حضرتك معايا استاذ عثمان؟ رايت مع حضرتك. يعني انت شايف الناس بتبص للكفيف نظرة الإنسان العاجز المعاق، يعني إزاي تقدر توجه يعني فكرة، أو إزاي تقدر توجه رأيك للمجتمع؟ يا ريت حضرتك أهو أكبر دليل ومثال عمل أهو، الناس لو شافتك أو شافت الناس اللي زيك أكيد بتضطر هتغير النظرة بتاعتها يعني، فإحنا بنقول عايزين نشوفكم عشان يكون سبب إن الناس كلها تغير النظرة بتاعتها ويبصوا بقى إن يفوقوا من الكلام اللي هما فيه. تمام. يعني حضرتك مثلا دلوقتي مثلا انا الناس بتشوف الكفيف في الشارع، يعني انت شايف ان هم مظلوم في حاجه،
مظلوم في شيء من التعليم، مظلوم في شيء من المجتمع، مظلوم في شيء من اي شيء. يعني انت عايز تقول لي ايه مثلا مقترحاتك مثلا او نصيحتك للمجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ يا ريت. طبعا المجتمع مش هيتغير الثقافه، فيا ريت الثقافه دي تتفعل على الوسائل الاعلاميه، زي ما هو الكفيف وزي ما عامله وكلام من ده. لازم البرامج دي يكون لها، احنا شايفين البرامج الحواريه كتير، فيا ريت نخصص حتى يعني ساعة أسبوعية على القناة. طبعا تعرفنا ازاي ان احنا هنعامل الناس ديت، وازاي نكلمهم، وايه هي حقوقهم، وايه الواجبات اللي ليهم واللي عليهم وكده يعني. تمام يا أستاذ عثمان، أنت شرفتنا ونورتنا ونورتنا بجد في قناة صحة وجمال. شكرا لحضرتك وشكرا لاتصالك يا أستاذ عثمان. أحبابنا طبعا ده جزء بسيط. الميزه احبابي ان زي ما قلت لكم ان الجهاز مثلا السوني صعب الاستخدام للغايه، يعني صعب جدا حتى على المكفوفين. فانا بفضل الله عز وجل اتمكن صيانه الجهاز ده، اعرف اصينه وهو تاتش واعرف استخدمه كويس. وان شاء الله انا بدعي الكل انه يتعلم ان شاء الله. احنا نخرج لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نلتقي بضيفه النهارده. شكرا لكم، نلتقي بعد الفاصل. شايفين العالم بقلوبنا، راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. شايفين العالم بقلوبنا، راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. الله الله.
السلام عليكم، عدنا إلى حضراتكم من جديد وبنقول أمانينا إن الحب ما بيننا يسود، حب صادق وملوش حدود، حب يخلي القمر ورود، حب مكتوب في الخلود والزهر يرقص في إيدينا، تبقى حياتنا خير وسلام وسعادة في كل الأيام، ومحبة وإخلاص ووئام، ونحقق كل الأحلام، ربي يحقق أمانينا، يبقى ما بيننا طريق مرسوم، ولا فيه ظالم ولا مظلوم، وهل الفرحة علينا ويدوم، ربي يحقق أمانينا، وطريق مفروش بالياسمين، وأمانة وصفاء وحنين، ومحبة وإخلاص ويقين، بالحب هنفضل عايشين، ربي يحقق أمانينا، تبقى كل حياتنا زهور، يبقى طريق مفروش بالنور، تبقى حياتنا هناء وسرور، ربي حقق أمانينا. أحبابنا عدنا إليكم من جديد، وإن شاء الله هنتعرف على ضيفتنا النهاردة. إن شاء الله تعرفي السادة المشاهدين بحضرتك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي هو حمد الله حسن من الشرقية. تمام. حضرتك عايزك تحكي لي أولا بداية كده على مشوارك التعليمي، يعني أنت أولا نبدأ بس من الأول خالص، يعني وانت صغيرة خالص، يمكن تفتكري حاجة قبل ما تدخلي التعليم، الأطفال اللي كانوا زيك في الشارع يعني كانوا بينظروا لك ازاي؟ كانوا بيتعاملوا معاك ازاي؟ وبعدين ندخل على مشوار التعليم. والله الأطفال كانوا معايا في الشارع، يعني أنا بدأت حياتي بالمدرسة يعتبر، مش مع الأطفال في الشارع. يعني حضرتك كنت مولودة كبيرة ولا إيه؟ لا يعني بدأت حياتي مع الأطفال في المدرسة مش في الشارع. يعني طيب حضرتك احكي لي عن مشوارك التعليمي، احكي لي أنت يعني إيه المعاناة اللي أنت لقيتيها أولا في حياتك التعليمية، وبعدين احكي لي بقى على تفوقك، يعني خلينا واحدة واحدة نبدأ الأول بالمعاناة. الحمد لله كنا نبدأ بالتفوق، بس نبدأ بالمعاناة مش مشكلة. المعاناة أساسا بتبدأ من وجودي كمعاقة في وسط الأطفال اللي هم مش معاقين، لأني كنت بدرس في الأزهر، ماشي، فالأزهر الدراسة فيه مش يعني مش الدراسة اللي هي الفصول اللي هي بتتعمل للمعاقين أو للمكفوفين. فديت كانت أساس المشكلة، بس الأطفال كانوا بيتعاملوا بطبيعتهم، يعني بيتعاملوا مش فاهمين، أما بدأوا يفهموا خلاص. يعني كان في بعض المدرسين كان لهم صراحة نظرة، يعني نظرة كويسة جدا كمدرسين وكآباء وكتربويين، فهم كانوا الأطفال بيشوفوهم بيعملوا إيه، أو كانوا حتى هم بيبدأوا يلزموا الأطفال إن هم إيه، لأ زميلتك تلعب معاكوا، لأ أنتوا تنزلوا معاها، لأ أنتوا تتحركوا معاها كده يعني. وكان في استجابة ولا؟ لأ ده هو كان في استجابة، وكان في صداقة جامدة يعني وإحنا في ابتدائي، يعني حتى من فترة ابتدائي. أيوة. طيب بعد كده انتقلت على مرحلة تانية، مرحلة الإعدادي، تقدري يعني خلاص المرحلة انتهت وبدأت يعني بدأت تكون فتاة بمعنى صح، تحكي لي يعني لما انتقلت من مرحلة لمرحلة هل الوضع اتغير؟ والله لما انتقلت يعني زي ما بحكي برضو الأمل اللي احنا كنا بنشوفه والسعادة اللي كنت بشوفها وانا في وسط اصحابي لما هما بيتعاونوا معايا، كان في برضو بعض يعني كان في برضو بعض المعاناة من البنات الفتيات وأمهاتهم كفتيات، وإن أنا مش ينفع أمشي معاهم البنات، مثلا يعني الفكرة اللي البنت هتبص أمها، هتبص لنفسها وأمها هتبص لها على أساس إن هي بنت كبيرة، لو حد شافها ماشية مع بنت معاقة ما ينفعش، مش هتتخطب. هو من الفكرة بالنسبة لي كإنسان متعلم مش واقعية بالمرة، ولكن يعني المفترض إن أنا مثلا لما بشوف حد معاق إن أنا بالعكس أنا بشوف إن أنا الأفضل إن أنا أمشي معاه، يعني حتى أكسب بيه ثواب أو غيره يعني. لا ماشي حضرتك تكسب ثواب ماشي، إنما مثلا كبنت على النظر الواقعية ماشي، لا كبنت مثلا تمشي مع بنت، البنت ديت لها أسرار، لها
زي البنات يعني في سن المراهقة، فالبنات ديت فالبنت ديت أهلهم بيكون لها على إن هي بمعنى صح ده كده يعني. بمعنى صح ده كده الكافيه أو المعاق عموما شيء مش موجود يعني، حيوانة أو مش إنسانة بالمعنى الأصح، زي ما كان في ناس بيقولوا ده دول مش بيتجوزوا أو كده. أيوه صح. طبعا الموضوع ده مش مع كل الناس، والتفكير ده مش مع كل الناس، بالعكس في ناس طبعا يعني فاهمة الواقع كويس، واحنا طالعين دلوقتي عشان نغير، يعني احنا عايزين نغير فكرة الناس كلها ونفهم الناس يعني فعلا ممكن. طيب احنا دلوقتي هنوصل بس واحدة واحدة لما نوصل لمرحلة ان انت دلوقتي بقيتي ست متزوجة وشايلة أسرة وان شاء الله يعني، وكمان في طفل جاي قريب كمان يعني هنفرح بيه ان شاء الله. عايز يعني بس نمسك واحدة واحدة الأول، خلينا ندخل على المرحلة زي ما قلت لك، نمسك مرحلة مرحلة. انت مع المعاناه دي كلها سواء في الابتدائي او الاعدادي تمكنتي من التفوق؟ اه الحمد لله، من الابتدائي وانا انا في وسط الطلبه او التلاميذ اللي مش معاقين، ولكن كنت دايما متفوقه عليهم وكنت دايما الاولى عليهم، يعني الاعاقه مش كانت وسيله لاني مش كانت عائق للتفوق، لا بالعكس كانت وسيله للتفوق. طيب في سؤال، انت حاسه ان انت واخده حقك في الواقع اللي احنا عايشين فيه، وحاسه ان انت فعلا كده عايشه حياتك تمام واخده حقك تمام والدنيا معاكي ورده يعني جميله؟ لا انا عايشه حياتي عشان انا عايزه اعيشها زي ما انا عايزاها، انما انا كحقي لا مش واخده حقي. يعني الواقع والمجتمع والبلد مش حاجه مديك حقها؟ لا. طب انت يعني اولا المخرج بيقول لي اسالي عن الحقوق يعني، بس انا هسالك عن السؤال ده بعد ما اخلص معاك المرحله اللي جايه. انا سمعت ان انت كمان طلعت كنت من الاوائل على مستوى الجمهوريه. الحمد لله انا كنت من الاوائل في الابتدائيه، كنت الاولى على المعهد، رغم ان بقول لحضرتك انا في وسط المبصرين او اللي مش معاقين. وفي اعداديه كنت من اوائل الجمهوريه، كنت الدافع على الجمهوريه في الاعدادي. ايوه طبعا كان. طب يعني خلينا اتوقف بس نقطه كده، في يعني اتوقف وقفه صغيره جدا هنا عند اول، طبعا انت بتقولي كان في معاناه في الفتره دي، اول ما وصلت ان انت تكوني تسعى على مستوى الجمهوريه، يعني احكي لي نظر بقى الكل ليكي كانت عامله ازاي، المجتمع كانت ليكي عامله ازاي، يعني احكي لي عن المرحله. هو المرحله دي تعتبر يعني التسعه في الاعداديه كانت اهم وافضل مرحله في حياتي، إيه لما اكون انا على مستوى المركز الوحيده في الفتره ديت، اللي في الفتره ديت ما فيش قبل كده حد جاب المركز ده على مستوى كل المركز. يعني انت اول واحده في المركز اللي انت عايشه فيه او المدينه اللي انت عايشه فيها فعلا كانت هي اتسعى على مستوى الجمهوريه او وصلت للمرحله دي. ايوه طبعا، فكانت مفاجاه لي للكل، بس مفاجاه لي انا لان انا كنت بتمنى، بس كانت مفاجاه للناس كلها يعني. طيب يعني لا انا عايزه ابص يعني الناس كانت يعني نظرتهم ليكي كانت عامله ازاي بقى، يعني قالوا فعلا احنا كنا غلطانين، قالوا فعلا احنا عايزين يعني حاولوا يمشوا معاكي مثلا بناتهم، ايوه ده لازم تتعلموا منهم، ولا برضه النفور هو هو ومفيش اي حاجه اتغيرت؟ لا هو مرحله الاعداديه كبنات ممكن يكون سيبنا بعض شويه، بس كاصحاب لسه اصحاب يعني مش انا بتكلم عن الاثر المترتب دلوقتي على تفوقك في ثالثه. الاثر المترتب على تفوقي في ثالثه اعدادي يعني الاصحاب بيمشوا معايا عادي، انما بدات اكسب صداقات جديده واحترام من كل الناس، والناس كلها بدات تتعامل معايا يعني فعلا تغيرت بعض الشيء وجهه المجتمع ناحيتك او نظره المجتمع ناحيتك. ايوه حسيت ان الكل خلاص بيتعامل معايا بفخر بعد ما كان بيتعامل معايا على اني واحده معاقه، او مش بتتغير النظره ليا كواحده معاقه، بس حسيت انه بيتعاملوا معايا بفخر شويه يعني خلاص خصوصا دول بيتعاملوا معايا. تمام. انت طبعا خلينا نقول عديتي مرحله الثانويه برضو بتفوق. الحمد لله. طب خلينا في المرحله الرابعه على الجمهوريه. الثانويه كنت رابعه على الجمهوريه. لا ده في ما شاء الله لو خلاص هو اللي بيشوف التفوق مره خلاص يعني
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بجد أنت مثال عظيم جدا، وأنت فخر جدا الواحد يفتخر بيه. حضرتك ممكن تحكي لي طيب بقى المرحلة الأهم بقى وهي الأصعب يمكن في حياتك أو حياة كتير من اللي بيعانوا، مرحلة الجامعة. هي مرحلة الجامعة مش صعبة على حاجة، لأن هي حاجة مترتبة، مش هي يعني بعض الشيء، لأن مش نفس أصدقائك اللي كانوا في الثانوية، مش نفس أصدقائك اللي كانوا في الإعدادي، مش نفس أصدقائك أبدا، كمان مش نفس الواقع اللي كنت عايشة فيه. أنت كنت مثلا من منطقة ريفية، لا دلوقتي أنت بدأت تختلطي بالمدن، لهجتك نفسها تغيرت إزاي؟ هل كان حد مثلا يعني، أنا عايز أعرف تعامل الناس معاكي بعد ما انتقلتي أصلا من مرحلة لمرحلة يعني. والله في مرحلة معانا مكالمة؟ معانا 4 دقايق؟ طيب معانا 4 دقايق ان شاء الله هنختم معاكي، فعايزين بسرعه ان انت تحكي لنا عن مرحله الجامعه. والله مرحله الجامعه كانت مرحله عاديه خالص بالنسبه لي، لان خلاص بدات اقلم نفسي، الناس مش عايزه تتعامل معايا، ناس ممكن تكلم صاحبتي اللي جنبي وما تكلمنيش، في نفس الوقت الناس حابه تتعامل معايا، ناس صداقات كسبتها برضه وما زالت موجوده الى الان. كانت بحضر؟ ولا يعني كنت حضر قصدي زي زمان ولا لا 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 في الجامعه لا. بحس ان في حريه طبعا، ما فيش واحده ممكن اهلها بيشوفوها معاكي او غيره، برضه السن اختلف. كل صداقات مش متداخل فيها الاهل بالمره اساسا. تمام، تفوقت في الجامعه الحمد لله. انا دلوقتي مسجله ماجستير في جامعه الازهر قسم تاريخ. قسم تاريخ؟ تاريخ حديث. طيب حضرتك كمان عايز اسالك دلوقتي، انت تزوجتي الحمد لله بفضل الله عز وجل، تقدري تحكي لي بقى عن الحياه الزوجيه وبسرعه، ازاي ان انت تقدري تمارسي حياتك الزوجيه من طبخ من غسل من كنس من اي شيء، ازاي هتقدري تتعاملي انت حامل ما شاء الله ربنا يتمم عليكي بألف خير، ازاي هتقدري تتعاملي مع الطفل، يعني احكي لي بسرعه ملخص جامد للموضوع ده. هو عموما احنا بنمارس حياتنا عادي، او معظمنا كتفيفات بنمارس حياتنا العاديه من كلس وطبخ، الحياه اللي في البيت عادي. وموضوع الاطفال انا اساسا يعني الحمد لله متدربه، كنت يعني كان معايا اطفال في البيت قبل كده، وكنت بشيل مسؤوليتهم احيانا، الى جانب ان انا اساسا مدرسه فبتعامل مع الاطفال، فما فيش عندي اي مشكله. يعني انت ما فيش عندك اي نوع من انواع ال يعني مش عندك اي احساس بالرهبه او غيره من تحملك مسؤوليه طفل؟ لا 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 وعادي بتطبخي بشكل طبيعي، ما فيش مشكله عندك؟ لا ما فيش اي مشكله. والنار والحاجات دي عادي خالص يعني؟ ايه المشكله ولو اتلسعنا النار ايه المشكله برضه؟ المهم ان احنا ما نتلاشاش منها تاني او نتعلم. طيب انا حضرتك عايز اسالك، انت ايه اللي بتتمنيه من الواقع والدوله والحقوق، يعني ايه اللي بتتمنيه يقدموا لك من حقوق؟ والله انا عايزه ال تفاصيل مختصره ماشي، انا عايزه الدوله تدينا حقوقنا، يعني تدينا حقوقنا من رعايه كامله، يعني احنا بنعيش الحياه نتحمل احنا عبئها بكل ما فيها من غير اي تسهيلات من الدوله في اي حاجه خالص. طيب يعني انا عايزك معلش الف وباء وجيم ودال تقولي لي ازاي، ايه اللي انت بتتمنيه؟ اولا نقول الف. الف من الدوله تبص للمواطنين، توفر لهم مثلا سهوله في المواصلات، سهوله في الحركه، في التحرك، سهولة مثلا في الحصول على الوظائف للمعاقين، مش يبقوا فئة بتاخد، لا هم عايزين يدوا، عايزين يدوا، مش حد عايز يخليهم يدوا. طيب باء خلينا نقول باء من الواقع، باء من الواقع، احنا مش هنغير المجتمع، انما بنشوف ده وبنشوف ده، فيعني احنا نتحمل ونوصل احنا للمجتمع يعني. طيب جيم مع الشخص نفسه، مع حضرتك انت مع نفسك؟ مع نفسي انا عايزة ان شاء الله يعني اهتم بنفسي بمواهبي، عايزة اكون افضل. تمام، احنا سعداء بكي جدا وبنشكرك على تواجدك النهاردة معانا، وبنتمنى ان شاء الله في لك لحضرتك بالتفوق والى الامام باذن الله تعالى. احبابنا
هذا هو الانسان الكفيف. الكفيف ده ممكن نتدرب يا جماعه، بيعرف يشتغل على الكمبيوتر، بيعرف يعمل كل حاجه، ما فيش حاجه اسمها لا عندنا، بس المهم نتعلم ونعلم. احنا عايزين الكفيف نعلمه، احنا عايزين نستغله، مش عايزين يكون عبء على المجتمع. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اعف عنا. اللهم انا نسالك يا رب، يا ربنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام، ان تنور قلوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. السحر والجمال لون جديد للحياة. ما يؤثر على المخزون المبيض وعلاقة الكروموزومات بمخزون المبيض وعلاقة الآثار المؤثرات الخارجية على حواء؟ هل هجر بطانة الرحم في المبيضين تؤثر على مخزون المبيض؟ من هم السيدات اللي عايب لهم حمل خارج رحم؟ صحة حواء الأحد في الخامسة والربع مساء، ويعاد الخميس في الثانية عشرة ظهرا. الصحة والجمال لون جديد للحياة. شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. أنا اسمي وائل زكريا محمد، في الأساس مترجم وسوفت وير ديفلوبر، بشرف بانتمائي لفريق ممكن وأنا أحد مؤسسيه. فريق ممكن ده عبارة عن هندسة من أجل المكوفين، بمعنى إنه إحنا عندنا مبادرة بتتكلم عن كيفية عمل أدوات وبرمجيات يستفيد منها أصحاب الإعاقة البصرية. طبعا احنا عملنا في ممكن كله مبني على العمل التطوعي، لكن في نفس الوقت بنتصادف مع ناس مهمة الحقيقة، مهندسين زي محمد اسلام. محمد قام بتصميم نظارة، النظارة دي فيها كاميرا، من خلال النظارة دي يقدر الشخص يتعرف على خدمات كتير جدا جدا. انا بدأت شغل في النظارة دي من سنة 2010، دلوقتي داخل على حوالي 4 سنين ونص شغل فيها. بدأت أشتغل فيها في خدمات بسيطة في الأول، بعد كده بدأت أقدم فيها خدمات أكبر من اللي كانت موجودة قبل كده. أنا نزلت منها 24 خدمة دلوقتي. أول حاجة الحماية الألوية والتعرف على العملة، بحيث إنه يحط أي عملة قدام النظارة يقدر يتعرف عليها الجهاز، يقول له 5 جنيه أو 10 جنيه أو غيرها. يقدر يتعرف على الأجسام داخل المنزل زي الكرسي أو الترابيزة أو الكمبيوتر. يقدر يتعرف على الأجهزة الكهربائية زي التكييف أو الخلاط لو ست المنزل عايز تشتغل في المطبخ. يقدر يتعرف على المكان بتاعه دلوقتي فين، بدل ما يسأل الناس المحيطة بيه، بدل ما يقول لهم أنا مكاني فين دلوقتي وواحد يقول له معلومة غلط عن مكانه لو ما كانش عارف، يقدر يسأل النظارة أنا مكاني فين والنظارة ترد عليه تقول له أنت مثلا في 7 شارع رفعة تعود مثلا كده. يقدر يستخدمه في ارسال نداء استغاثة لا قدر الله حصلت له حادث او اصابة خارج المنزل، بدل ما يتصل باهله ما يبقاش عارف يقول لهم مكاني فين دلوقتي، فيقدر يستخدم خدمة نداء الاستغاثة داخل النظارة، تبعت لاهله رسالة موجود فيها المكان بتاعه في خريطة ازاي يقدر يوصل له. انا دكتور اسامة يوسف، استاذ مساعد في كلية فنون تطبيقية قسم التصميم الصناعي جامعة حلوان، والمفروض ان احنا بنتعاون في المشروع بتاعنا اللي هو مشروع العسل البيضاء مع فريق ممكن التابع لإعلانات مصر. مشروع العسل البيضاء ده بيعتمد اساسا على توفير تصميم قابل للتصنيع في مصر، ان احنا نقدر نصنع ونصمم عسل بيضاء يستخدمها المكفوف بسعر اقل. هي في الاصل عصاية عادية جدا بيستخدمها الكفيف للاعلان عن انه هو فاقد للبصر، عشان اي حد تاني مثلا لو هو بيعبر الشارع يبقى في قائد سيارة مثلا، او حتى الناس المشاة العاديين يبقوا عارفين ان الراجل ده او الشخص ده اللي بيستخدم العصب البيضاء هو كفيف، وفي نفس الوقت بتساعده على ان هو يعرف داتا او معلومات عن الشارع اللي هو ماشي فيه
المكان اللي هو ماشي فيه عشان ما يحصلوش اي انزلاق او اصطدام. كان الهدف من الموضوع ان احنا نعمل حاجه تناسب مصر واحتياجات الكثيف جوه مصر. فكان تقريبا مركزين على الجانب الاقتصادي او السعر بتاع العسل بدل ان هو يبقى رخيص. تعاوننا مع ناس كتير، سواء اذا كان طبقنا الموضوع ده مع طلبه القسم اللي هم كانوا في الفرق الثانيه، وخليناه احد مشروعات الخاصه بماده تصميم العمل والارجونومكس اللي بيدرسوها في التخصص. وان شاء الله يعني مع نهايه 2014 هنكون وصلنا لتصميم قابل للتنفيذ في مصر ان شاء الله. شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا الله الله. ممتاز. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011